السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف ما كتشوفوا هذا العدد ديال الغرس. اليوم غادي نوريكم كيفاش النخلة ما كتولدش. السبب الرئيسي علاش النخيلات ما كيولدوش بحال هذه النخلة ديال التمر، ولكن في الاخر ملي كتكبر كتولي نخلة ما والدة ما والد. هنا كانت عندنا واحد النخلة والله جبتها، كانت هي هذه. مني جبتها ونزعتها من المكان ديالها حفرت عليها مزيان، لقيناها بحال ما وقف هاد العظم ديالها وجزر. دابا هنا هذه كتعتبر ذكر. اشنو خصنا نديرو باش نرجعوها نتوما؟ طريقه بسيطه كما قلت لكم. العمليه بسيطه. دابا هاد العروق هادو حاولنا ان نحافظو عليهم باش ما يتقطعوش الجذوره هادو. الا بغينا نرجعوها نبتدا انت خصنا نحيدو لها العنصر ديال الدكوار اللي هو هذا. اذا غنجيو نهبطو هادي تكون تشوفو هذا هو النهايه ديال الطرف. خصنا من هنا نقلعو هنا عندنا ما نديرو بيه هاد العظم كامل ما عندنا ما نديرو بيه. حنا حيدناه دابا هذا مبقى صالح والو. هادي هي النخلة اللي غتولد عندنا دابا. ملي غادي نغرسوها غتعطينا تبقى الأصل النخلة الأم اللي جات منها. العظم هادي هي الدور الرئيسي ديالو كيخرج لينا نبتة بحماق. أنا مرحلة الغرس حاول تخليه في واحد الاستقامة. صافي هي دابا غادا وقتها تكون صافي. النبتة ديالنا راها رجعات لبلاصتها وغادا تكبر وفي الاخر غادا تفرع علينا وغادا تعطينا تيمار. في حين اننا لو خليناها بحال ما هكاك وكبرات غيبقى معاها داك العنصر ديال الذكورة وغادا تبقى تعطينا نبتة ذكر اللي ما كتولد ما حتى شي حاجه. اما الان راه غادي تولد وغادي تخرج وغادي ترجع تبقى اصل الام ديالها. دابا كان ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا مستر يوسف زمرودي على اليوتيوب باش تشاهدوا كل جديد في مجال الزراعه وفي جميع المجالات التعليميه.